انا احباب نطلب من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحه وعافيه جيده ان شاء الله، كما تعرفوا اخوتي يعني برغم يعني الامرجنس اللي كاينه وحاله الطوارئ اللي كاينه ويعني وظهور بعض الحالات الجديده ديال الوباء، الا ان يعني الدوله والحكومه الايطاليه يعني غاديه في اتجاه انها يعني تحدث واحد التغييرات فيما يتعلق بالمساله ديال الجواز الاخضر، اللي الحكومه عازمه على انه يعني تحيد يعني هذا الجواز الاخضر، ما غاديش يبقى ابتداء يعني من الاول ديال مارجو الاول ديال شهر 5، الان كذلك يعني ابتداء من الاول ديال شهر ابريل، يعني حتى بالنسبه للناس ديال اوفر تشيكوان داك ما تعرفوا يعني هادو خصهم يعني يديروا داك الجواز الاخضر راه فرصاتو الان يعني باش يمشيو للخدمه ديالهم ابتداء من ابريل، يعني راه ممكن فقط يعني بديك التحليل نيجاتيف ممكن يمشيو يعني به للخدمه يدخلوا بالخدمه بدون مشاكل، ولكن المساله ديال الاجباريه ديال هذاك يعني اللقاح يعني رافورساتو او الجواز الاخضر جرين باس رافورساتو راه تبقى دائما يعني ساريه المفعول لغايه 15 جونيو، وبالتالي غادي تحيد يعني التيرتيفيكاتو فيردي في الهواء الطلق بالنسبه مثلا الريستورات يعني البار لي بيسين الباليسترا، المهم في البلاصه اللي خارجه في الهواء الطلق يعني في لابيرتو راه ما تبقاش المساله هذه يطلبوا لك يعني التيرتيفيكاتو، وحتى بالنسبه للوسائل ديال النقل يعني بحال الطوبيسات المترو الترانات يعني فقط يعني هذيك التيرتيفيكاتو باز يعني بالتحليله فقط فهي كافيه كذلك ان الانسان يسافر بها عبر وسائل النقل. المهم هذه هي الاحتمالات والقوانين الجديده اللي غادي تقدر تخرج بها يعني الحكومه الايطاليه، الا اذا لا قدر الله يعني الاوضاع ساءت فيمكن يعني ما نشوفوا حتى شي حاجه من هذه المسائل هذه وتعاودوا ترجعوا ثاني يعني الامور الى ما كانت عليه. المهم تنتمنوا من الله العلي القدير انه يرفع لنا هذا الوباء هذا وبشويه بشويه ترجع الامور يعني للطبيعه ديالها ان شاء الله. كما هو معروف يعني الناس يديروا لجورنا ميتو ديال كارت سيجور سواء يعني الكترونيكا ولا الكارتات شو كما تعرفوا، يعني ما كانوش تيطلبوا يعني ديك التيرتيفيكاتو ستوريكو ديال ريزيدنس، يعني بزاف ديال الناس داروها يعني تنعرفهم فعلا تمشاو وخداو يعني ورقه عاديه ديال ريزيدنس باش تاخذها من الكوموني عاديه، اما دابا الاخوان يعني خصكم تعرفوا هذه المساله هذه انهم ولاو تيطلبوها تشيرتيفيكاتو ستوريكو ديال الريزيدنس كما تشوف معايا، يعني الا ما كنتيش دفعتها في الطلب ديالك في هذاك الكيت اذا ما كنتيش دايرها في الكيت، يعني حتى من غادي تمشي لعندهم مثلا دير بصمات راه غادي يقدروا يطلبوها لكم، لذلك يعني حاولوا انكم يعني تحصلوا عليها بطبيعه الحال من الكموني يمكن تتخلص على شي حاجه. يعني هادشي راه الله اتصل بيا واحد الصديق ديال القناه حتى هو وقال لي اخويا بوالا شطلبوا ليا شطلبوا ليا، يعني ما ماشي مشكله الانسان ما يخاف من حتى شي حاجه، لكن هو انه يمشي للكوموني ويطلب من عندهم هاد السيرتيفيكات وستورك ممكن تتخلص على واقيلا شي حاجه حاجه قليله يمكن تتخلصوا على هادشي اللي كاين. المهم هذا هاد المساله ما كانتش وربما المهم في جينوفا انا مشاش بزاف ديال عباد الله في جينوفا ما طلبوهاش اليوم، هادي في منطقه اخرى ماشي في جينوفا المساله هادي كما تعرفوا اخوتي، يعني هنا راه من الكوسوره الكوسوره يعني تيقدروا يطيروا بزاف ديال الحوايج. ماشي اول مره يعني تسمعوا فيها قصص بحال هذا الشكل هادو ديال العمال ديال المنازل اللي تيخونوا الثقه ديال الناس اللي خدامين عندهم يعني وتسرقوهم، يا اما تسرقوهم في الذهب ديالهم مثلا في الدار او انهم يعني بحال هذا الشيء اللي وقع لواحد المهاجره بادانسي يعني اللي استخرجت من الكارته ديال السيد اللي خدامه عنده انسيانو يعني راجل كبير، المهم استخرجت ما قدروه يعني 4000 ديال الاورو كنا بغات تخرج مبلغ معين، المهم كملات 4000 اورو يعني عند بالها يعني راه ما غاديش يعقوا بها يعني ما غاديش تحصل راه الدنيا هانيتون ولكن راه ماشي الدنيا هانيتون. يعني المهم تم الاكتشاف ديالها وتم يعني الضبط ديالها بانها خرجت دوك فلوس يعني بدون الموافقه ديال السيد اللي خدامه عنده، لذلك تم الحكم عليها ب10 ديال السنوات. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو، هذا نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، ما تحرمونش من الدعم ديالكم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.